معي يقولون لك كل مره اطلع بس لا ما عييت انت من قال لك اني عييت ما عييت الله هديك انا شوف تبي توقع نقول لك وقع انك ما تقعد تسوي فوضى في البلد سوي إيه قصدك اطلع من السجن إيه؟ انا حسبك تقصد اطلع على زياره لا شوف لا خليك معي شوف بالنسبه لهذه مساله اخرى انا وش اسمه طبعا اول ما كلموني في مساله طلع عقب ما كملت 5 سنوات ودون ليه شو جابوا لي واحد من مشايخهم مشايخ السلاطين وقام يلبس عليه يجيب بعض الشبه ودمغته اعطيتهم الحجه شيء يا قرضه ما اقدر لا هو ولا هيئه كبار العملاء يردون عليهم ولا بتسلم ايه وبينت الكفر الدوله وان طواغيت كذبه وخوانه ما عندهم الا الدجل والسد ايه الا من رحم الله وعييت قلت ورا بطال ما عييت لا 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 هم اعطوني عرضوا على طالع لكن عبر البوابه معين يبونه بوابه طبعا البوابه دي ما عندنا اياها وافق عليها وش البوابه هو كلمني شيخهم ذا قال مرسلني لك وزير الداخليه كوكت نايف ومرسلني لك المفتي المفتريهم ذا ابن الشيخ اللي كنت رميها اصحاب كنت تلعبوا مش تلعبوا مع بعض لا كنت رميها اصحاب كان بيني وبين صحبه خاصه كنت عزمته كنت تردد عليه زيارات لا كنت عده ولايم حضرها عندي هو بن فوزان كان بيني وبين ايام قديمه يمكن كنت من الفئه الضاله اللي يرون شرعيه الدوله يرون قبل ما يهدينا الله وتوصل انت الان انت من الفئه الضاله احنا من الفئه الضاله شو اسمه هذا قال لي ان يقول انك ما انت معني بهالامور يقول هذا شيخهم يعني إيه؟ انك يعني هم هالكلام انت تقول إيه؟ انك لا يعني هاي فيهم علماء يتكلمون وكذا قلت هذا تلبيس يعني هذا حق يجب ان يظهر ولا يجوز ان يخفى وقلت اتركنا من المساله دي المساله النبي نصل لها انا على حق ولا على باطل احنا نتكلم في دي لا نضيع الامور عطى قاعد تعدد علي طبعا ما انتهينا على غير على لا شيء ودوني عقبه بسنه للمحكمه قاضي يعرفه شخصيا عنده خوف حسب الله حسب الله زكاة عنده خوف من الله طبعا ما يحكم على الأخوان يحاولوا الأخوان لا يحكمهم ولا يحكم فيهم ولا ذاك نشوا محكمة الطاغوت اللي يسمون محكمة الإرهاب عشان تحكم لهم بواهم وش اسمها ودان بن قاسم القاضي وشاف المحضر طبعا وفيها الأدلة تحكم بالشرع لي المحكمة اللي انت روح لها لا المحكمة الشرعية ما أكلمك فيها العامة لكن ذي الأخيرة الأخيرة بالشرع قضاة شرعيين يحكمونها هذه محكمة الطاغوت هذه قضاة حتى مو مرضين بعض الناس يقولون انهم هادين معكم قضاة السوء هذا قضاة السوء اسمعني لا تقلب الله تعالى في القرآن اخبرنا ان كثير من العلماء والعباد ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وهذا ينطبق على مشايخ السوء اللي يتولونها الطواغيت سواء علماء او قضاة محكمة اللي يسمونها محكمة مكافحة الارهاب محكمة زي هذه محكمة ابليس دي ما في احد في قلبه عفوا ما في احد في قلبه ايمان يعرف واقعه الا يتبرأ منه ويكفر به من اللي قال ان الارهاب باطل الإسلام يأمر بالإرهاب ذبح المواطنين لا شوف هذا اللي صار أنت جيب لي إرهاب ينقز نقزات على مقاتلين يعادون الله والرسول وعلى حدود الدولة ماشي لا أنتوا قاعدين تذبحونا بالشوارع اللي جانا ما متنا حالنا ماتوا جنودنا ماتوا فيه حريم ترملا يا وليد الله تعالى في القرآن يتموا ناس الله تعالى في القرآن قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هذا إرهاب وعنف لا تلبس أزين أنت مجي أنت تجيز أنت المعنات أنت مؤيد لكل ما تقوم فيه القاعدة صح؟ كل ما تقوم به من حق لأنه معصوم ليس معصوم قد يقع منهم خطر خطأ موافقهم عليه بس أنت بس أنت منهجها موافق خلك إيه؟ عليه في فرق وموافق على منهج القاعدة بالسعودية اسمع صح اسمع ولا لا في فرق بين المنهج وبين التصرفات الشخصية قد يكون هناك إنسان منهجه صحيح لكن يخطئ في بعض التصرفات طيب القاعدة منهجه من ناحية تكفير الطواغيت أصليهم ارتدهم وجوب جهادهم هذا 100% مؤيدهم عليه